حكم تقسيم الأب لبناته الثلاثة جميع أملاكه في حياته وفي كامل صحته، العطية للولد ذكرا كان أو أنثى في حال الحياة والصحة لا بأس بها، الرجل مسلط على ماله بالحق، فما لم يكن في ذلك بغي أو نية تقصد إخراج وارث ينبغي أن يتجرد من هذه النية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال وارث وعن إخراج وارث، فينبغي أن ينتبه إلى ذلك وأن يعلم أن مثل هذه النية نية غير صالحة ينبغي أن يتجرد منها. لكن العطية للأولاد في حال الحياة إذا توخي فيها العدل أمر مشروع، لكن أقف وقفة عند كلمة جميع أملاكه، ووقفة أخرى عند كلمة إذا توخي فيها العدل. أما جميع الأملاك لا ينبغي له ذلك، إذا خرج عن ماله كله إلى ولده وأصبح لا مال له لا يدري قد يصاب بعق، يعني قد يبتلى الولد بعقوق، وقد يصبح الأب في لحظة من اللحظات لا مال له ولا سلطان له على شيء من ماله الذي كان له، وقد يعقه أولاده وقد يقاطعونه وقد يدبرون عنه. وقد رأينا والله في بعض المواضع أن رجل كان عنده بنات فكتب أملاكه لبناته حتى البيت الذي يسكن فيه، ثم وقعت وحشة وطرأ عقوق فأخرجه أزواج بناته من بيته الذي بناه بيده والذي اكتسبه من كتح يمينه وعرق جبينه، أخرج منه وهو على قيد الحياة، فصار يبحث عن بيت بالإيجار أو عمن يبذل له المأوى. ينبغي أن تترك هذا الأمر إلى قدر الله عز وجل، وهذه موعظة وليست فريضة قاطعة لازمة. الأمر الثاني، نور الله قلوبكم وشرح الله صدوركم، ما هو معيار العدل بين الأولاد في العطية؟ الجمهور على أن معيار العدل في العطية هو التسوية بين الذكر والأنثى، لأن هذا أمر يتعلق بالمعاش والأسوة فيه خير من الأثرة. وذهب الحنابلة إلى أن معيار العدل في العطية أن يكون على قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والأمر في ذلك واسع يا رعاكم الله.